اليوم نحن متواجدين في دوار بنيقيل ومعنا عمي ادريس. عمي ادريس، تقدر تقول لنا شنو هي المعاناه والمشاكل اللي كاين عند الساكنه ديال بنيقيل؟ الساكنه تاع بنيقيل اخويا عبد العزيز بالنسبه مضروره بزاف. كاين مشاكل تاع الطريق، كاين مشاكل تاع الضو، كاين مشاكل تاع السكنه. حنا نباشر بالميكال دايما الصيف والشتاء، راه نهار الشتاء تاع ما نربوش، والله ما نربو. كاين عندي ثلاثة أربعة في الدار يقراو، واش اللمبة هي غادي تقومهم؟ غادي تقوم اللمبة، الشمعة غادي يحفروا على الشمعة، ولاد لاباس عليهم عن الضو وما حفرش، ما راه ولدي أنا غادي يحفر على الشمعة، ولا ولد الآخر، وما جاتنيش واحد الحاجة نصبروا فيها، نقولوا سكنة ولا نقولوا طريق. مدرسة ما كايناش، الجامع ما كايناش. مدرسة شحال بعيدة عليكم؟ صافي بعيدة علينا، نقول قريب جوج كيلومتر. جوج كيلومتر. وعندنا الطريق كبيرة في مات الصيف، الولد ملي يخرج أمو خايفة عليه، ربما توقع شي حاجة، ربما كذا، ربما كذا، وبزاف الكارثات اللي صراو في الطريق بالنسبة للواقع. وظروف السكنة ديالنا حنا راك تشوف الحمد لله راك جيت وشكون فيها. هذا كان شي واحد مباشر من الميكا بحال كامل. هو ماشي هما حدا بنيكا، عندنا الصيف حرام عندنا الميكا، عندنا في المشتى عندنا الميكا، عندنا العيد كان اللي يسلف العيد يشريه، والله إلا يسلف الدار ما يشريه، ياكل بيت كذا ويرمي، باش ما عندناش شي فريوات ولا ما عندناش شي ثلاجة، نجيبو دجاجة يجيبها نهار الاثنين خصو ياكلها في نهار الاثنين، وإلا بات للصباح خصو يرميها، طوماطيش خصو تجيبها باش ما جبتها خصو تاكل بها العشاء الأول، غدوة ليه رميها في الصباح. عندنا الماء نفس المشكل، الحمد لله صعب ندير نشربو الماء بارد، حنا نشربوه طايب تقدر دير به لاتاي، فهمت كيفاش؟ زايد الحرارة نتاع ربي وزايدة الميكا، دوك الحمد لله حنا مغاربة، حنا مش نطلبو واحد الطلبة اللي غادي نهدو فيها ولا نديرو فيها شي مشاكل، حنا نطلبو هي يديرو لنا السكنة، عطيو لنا فين السكنة، وعدو لنا الطري، يديرو لنا الجامع. حتى حنا التلاميذ يمشيو يقراو، حتى حنا ذوك الأمية يمشيو يقراو، واحد يمشي يصلي، واحد كذا كذا، ماشي مشكل، فهمت كيفاش؟ إذا بقى هاد التراب، التراب كنا نجيبو حنا نصبو من حداه، اليوم نصبو رياض، حدا دارو على الشباك، اليوم نصبو مغاديش ما نجيبو، دوك راه الحيط يطيح تتكالب العمود، فهمت كيفاش؟ كالب العمود ديرو موراه الميكا، الميكا عندنا والله إلا عندنا واحد العادة نتاع الدرهم نتاع الميكا، كان اللي يسلف باش يشريها، علاش؟ يصوت الريح بحال هاد النهار. هو مزيكا مشات، ملي كتحط على الحجرة، ها؟ الإنسان راه داير الضالة وراه تكثر عليه. الدوار راك تشوف فيها بعينيك، أنا ما غاديش عاد نبقى نهضر في ولا نبقى نكذب ولا نقول الصح ولا راه كيف كيف المسكن هذا هو، لا طو لا طريق لا ما لا حتى شي حاجة، واش غادي نقول أخويا؟ راك تشوف كل شيء بعينك، دور تشوف السكنة تشوف كي دايرة هذه السكنة، تخيل هذا واش بنادم اللي ساكن في هذه السكنة ولا واش تيتسمى؟ شوف شوف هذه السكنة ولا هذه هي السكنة اللي ساكن فيها البشر تاع المغاربة تاع المغرب. تخيل انا راني قلت تما هادي دوك هادي السكنة راني ساكن فيها، ما نسماش كاع بنادم، انا راني حاس براسي ماشي بنادم في هاد السكنة هادي. شوف الطريق، شوف الما واش كاين، شوف كاين شي ضب، هذا هذا دوك هذا هو اللي راه يقراو ضرين في هاد الجهة بزاف، خصنا طريق، خصنا ضو، خصنا بزاف صوالح هاد الدوار هذا. بالنسبة للطريق عندنا مشكل كبير في الشتاء، الانسان ملي يجي خارج منا جالس بزاف صوالح، عندنا الاطفال ملي يمشيو يقراو بحال دوا نهار بحال ايامات الشتا ولا ما عندناش كيديرو يخرجو دوا الغاس. عندي ستة ولا ستة ولادي، لا سبعة ولادي وامهم، وعندي ولد بنتي مربيه. وبالنسبة لما شنو كديرو عندكم البير ولا شنو؟ سقاية؟ عندنا سقاية عمومية، سقاية وحدة كيسقي من هاد الدوار كامل؟ سقاية عمومية لكن زوج غدارو لنا وحدة، كانو عندنا كتر مني وحدة، ولكن ما معنا زوج عندنا وحدة هنا وحدة هنا، ولكن سقاية عمومية، لكن سقاية عمومية مغاديش تكفي، كان اللي يخلص كان اللي ميخلصش. كتخلصو هاد السقاية العمومية؟ واه كتخلص، وأنا اللي مقابلها، وكاين اللي يخلص كان اللي ميخلصش. شحال كتخلصو كاع؟
سنه ولا في النص 30 متر 10 دور ولا 30 متر شركه ولكن كاين اللي ما لاحقش ديك 10 كيفاش كاين خويا اللي راه تعرف ما لاحقش الا صور العشاء يغيب له الفطور انا نخدم الجور ونخلص السقاي علاش كاين شي وحدين ما لحقوش يخلصوا كيفاش وما خدش اليوم بلا ما خدش دونك باش تخلي معطش ما تخدرش عندي الصبر وصابرين الحمد لله واش صادين وري راكي تشوفيه بعينيك قدامك ما غاديش نكذبوا ولا غادي ندرقوا هادشي اللي كاين ما غاديش ندرقوا راه واضح ضرو لا معيشه زينه لا سكنه كاينه لا حتى جيتو شفتونا وشفتو هادشي اللي راحنا ساكنين فيه وهاد المعيشه ديالنا وهاد هادشي نشكركم بزاف الله يعطيكم صحتكم